السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ طب الفم وأمراض وجراحة اللثة، بريودونتولوجي أند أورال ميديسين. إذا نكمل محاضراتنا في الأورال باثولوجي. تحدثنا عن مقدمة في البداية، ثم تحدثنا عن دنتال كيريز. اليوم سنكمل محاضرة جديدة وهي البالب ديسيزز. إذا زي ما تكلمنا من الأول، التسوس يصيب الإنامل، تم إهمال الحالة، ما فيش التزام، ما البكتيريا مستمرة، التوكسيز مستمرة، إنزيم مستمرة، ديمرزيشن للسن، بروتولايتك إنزيم يشتغل على الأورجانيك ماتريكس، عدم الإنامل، راح على الدنتين، عدى الدنتين بالكامل، هنا بيدخل على البالب أريا. هنا الكيريز مش موجود في البالب اريا، لكن اكستنشن اوف ذا كيريز الى البالب اريا ممكن يعمل لي مشكله اخرى، وهي امتداد المشكله الانفكشن لهناك، وهنا نتحول الى مشاكل اخرى اللي هي حصول الام كبيره، لانه احنا عارفين انامل ما فيش فيه نيرفز او نيرف اندكس او غيرها، فيكون ما فيش الام، بس لما تبدا تدخل على الدنتين فيبدا هنا يحصل الم، لانه احنا ندخل على النيرف اندكس اللي موجوده، لكن الالم الحقيقي المريض يجربه لما يدخل الالتهاب وتحصل الانفكشن الى منطقه البلب، ومعروف انه من اشد الالام الموجوده في الجسم هي الام البلبايتس. طيب اذا البلبايتس هو most common cause of dental pain and loss of teeth in younger patients. نحصل اغلب الناس لما يجي لك العياده، طبعا احنا عارفين انه في الشعب العربي عموما والشعب اليمني خصوصا عاده ما يجيش المريض يدور خدمه طبيه الا لما يحس بالالم. في البريو لا، بيبدا بعض النساء يخافوا لما يشوفوا الدم، وذاك اغلب لما يشوفوا حركه الاسنان. ما فيش عندنا نظام انه واحد لا يجي يشيك على نفسه ويشوف ايش المشكله ويلحقها هي بدري، هذه مش موجوده. اوكي، اذا زي ما قلنا دائما اكثر الاشياء الناس يقول لك العياده لما يكون في عندهم بين، تيجي تشوف قدامك، طبعا اغلب يعني البلبايتس نفسه او التهاب عصب الاسنان او تسوس لعصب الاسنان هو المسؤول عن اغلب الشكاوي اللي موجوده وتيجي في العياده. كمان فقد الاسنان تيجي والشخص في العشرينات او في اقل من العشرينات او حتى في الثلاثينات هو فقد اسنان. كيف فقد اسنانك؟ طبعا البردونتال كوزيس تكون موجوده، لكن اغلب الناس يقول لك يا دكتور تسوس علي اتكسر راح، ولا تسوس وعملت حشوه وراحت الحشوه وتكسر السن. اذا برضه من مسؤول عن فقد كثير للاسنان او مسبب كبير لفقد الاسنان في بالذات في الناس اللي هم لسه في السن صغير. في السن الكبير ممكن تكون رايحه على بيرودونتال ديكوزز اكثر. اذا السبب الرئيسي عاده اللي يودينا الى البلبايتس، وصول البلبايتس هو الكيريز اللي زي ما قلنا يخترق الدنتين وبعدين يوصل الى البلب. طبعا في اسباب اخرى بتكلم عليها كلها. طبعا عاد البلبايتس كمان لو ما تعالجش وما حدش لحقه، بتستمر الحكايه وبتستمر المشكله، يحصل ديت للبلب والعدوى تنتشر لحد ما توصل الابيكال فرامينا، وعلى طول تروح للابيكال تيشيو وتحصل لها بالابيكال ليجنز اللي ان شاء الله بنتكلم عليها في المحاضره اللاحقه. اذا نتكلم الان عن ايتيولوجي بالب ديزيز. طبعا في اسباب كثيره، احنا زي ما قلنا الدنتال كيريز هو السبب الاساسي، لكن في اسباب كثيره ممكن تسبب البالب ديزيز، منها الكراك تيث اور تروما، طبعا البالب اكسبوجر اللي ممكن يكون تروماتيك اثناء التحضير مثلا، البراكسيزم او الابريجن، الكتريك افكت، انيكوروتيك بالبايتس، ايردونتالجيا، ثيرمال وكيميكال، هذه كلها بنتكلم عليها الان. طيب نشوف الايتيولوجي. الايتيولوجي زي ما قلنا اول سبب والسبب الرئيسي والاهم والاكثر موست كومن هو الايش؟ الدنتال كيريز. طبعا الدنتال كيريز زي ما احنا عباره عن بكتيريا تخترق عن طريق البلب، يحصل دنتال كيريز، تخترق الانامل ثم الدنتين وتصل الى البلب وتبدا تعمل لي انفلاميشن في البلب اللي هو اصلا عباره عن كتله سوفت موجود فيها بلاد فيزلز، موجود فيها نيرفز، موجود فيها انسجه، خلايا، فايبروبلاست، كولاجين، كل حاجه موجوده هنا، حتى خلايا دفاعيه. زي ما قلنا هو الموست كومن كوز اوف بالب انفلاميشن، وعاده يكون المشكله تكون موجوده بسبب الميكرو اورجانيزم او their توكسينز. طيب كراك تيث او اكسس تروما، طبعا حصلت تروما للسن، حصل فراكشر، امتد الفراكشر، طبعا في انواع، في فراكشر في الانامل بس، الى فراكشر في الانامل والدنتين، فراكشر ممكن يوصل للبلب وهذا هو المشكله الكبيره.
طبعا هنا المشكلة انه اصلا البلب هو اصلا المفترض انه منطقة معقمة، منطقة نظيفة ما فيش فيها اي انفكشن، ما فيش فيها او انفكشن بسيط جدا، الجسم بتتغلب عليه بكل بساطة. لكن لما تفتح الان هنا يحصل لك كراك بهذا الشكل، فانت تفتح بوابة، بوابة تفتح معك من المنطقة الاورال كافيتي اللي اصلا مش معقمة، واللي دائما اقول لكم انها اكثر منطقة يعني انفكتد او فيها كمية كبيرة من البكتيريا، تصل الى 1000 نوع وملايين الاعداد يعني من البكتيريا. فهنا بوابة انفتحت، مسار انفتح من الاورال كافيتي الى البلب، وهنا على طول تؤدي الى انه يحصل لنا بلبايتس. طبعا برضو من الاشياء اللي ممكن تعمل المشكله هذه لما يكون معانا دي بوردونتال بوكيت، البوردونتال بوكيت ممكن يوصل لحد الابيكال فرومن او عن طريق الاكسسوري كانالز او حتى عبر الدنتال تيبيوس، هذه برضو ممكن تعمل لي بلب انفكشن. وحتى ممكن عن طريق لما وانت شغال بريو طبيعي وعملت اكسسيف روت بلينينج وفتحت الدنتال تيبيوس بالذات في الناس صغار السن، برضو ممكن يعمل لي نفس المشكله. طيب البلب اكسبوجر اللي ممكن يحصل لي اثناء وانا جالس احضر سواء فيلينج او بريبريشن، زي ما انتم شايفين هنا ممكن يحصل لي برضه يفتح لي مسار ويؤدي الى البلب انفكشن. براكسيزم والابريجن برضه من الحالات اللي هي تحصل بدات لما يكون سيفير براكسيزم او سيفير فريكشن حاصل، فهذا برضه انه ممكن يعمل لي بكتيريال انفيجن يدخل لحد البلب بنفس الطريقه وتعمل لي مشكله في الموضوع. طيب برضه الكتريك او الجلفانيك افكت، هذه طبعا لما يكون معاك حشوتين متجاورتين من معدنين مختلفين، وهي بالذات لما يكون معاك حشوه امالجام وحشوه جولد، طبعا لما تكونوا على اقرب صوره حصلتها مثل الموضوع، يحصل زي الدائره الكهربائيه التي تتواصل هنا وتعمل طبعا السلايفا، مع انه برضه سائل برضه في الكترولايتس وفي اشياء زي كده، فيعمل لي زي التيار الكهربائي اللي بيعمل لي اريتيشن للبلب. طيب انيكوريكتيك بلبايتس هو يسموها البلبايتس الفوضوي، هذا غالبا لما تيجي لي يحصل ديبوزيشن للبكتيريا او الميتلز او اي شيء اريتيتنج جاي من طريق عكسي من جهه البلب ستريم، هذا بالذات الناس اللي يكونوا عندهم مشاكل، عندهم بكتريميا، عندهم سبتسيميا، حاجات زي كده. فهنا ما يجيش المشكلة من فوق، تحصل انه السن طبيعي جدا ولا في اي مشكلة، والمريض يشتكي ويصيح. احيانا تحصل المشكلة حتى من سينا مثلا، من الساينس مثلا، بالذات في الاسنان اللي هي زي السادس مثلا او السابع، لما يكون الروت واصل للساينس وعنده سينسايتس وتحصله مع عرض البرد يشتكي بآلام قوية جدا مثلا في الاسنان، تيجي تفحص ولا في اي مشكلة عنده، السن سليم لكن في الم رهيبه، لدرجه ان المريض كي يقول لك يا دكتور ايش اخلع اخلع السن، هذا هو هذا السن هو. والمصيبه احيانا لما يكون اكيوت بالبايتس ما يقدرش حتى يحدد لك السن، فيدخلك في حيره وهو في حيره ويجي لك وهو يشتي تاخذ قرار مش صحيح. فاذا ما كنتش يعني مركز في الموضوع وعندك المعلومه وعندك التشخيص الصحيح، ممكن انت فعلا تخلع اسنان سليمه. اذا هذه زي ما قلنا تيجي تحصل السن مش طبيعي. طبعا لو هو بس عاده في البدايه مجرد هاي بريميا زي ما احنا بنشوف بعد شويه، فخلاص ممكن مجرد ما يتعالج السبب الرئيسي تبدا الهاي بريميا تروح لانه ريفرسيبل. لكن لو قد تحول الى بلبايتس اكيوت بلبايتس مثلا، فهنا للاسف ممكن فعلا انك حاله ريفرسيبل، ممكن تضطر تسحب عصب السن هذا اللي عنده المشكله حتى وهو سليم ما عندوش اي كيريز. الايرودونتالجيا هذه اللي هي عباره عن التهاب نتيجه تجمع فقاقيع الهواء، هذه طبعا تحصل بشكل كبير في الطيارين او السبمارينز اللي هم الغواصين، هذا غالبا نتيجه تجمع الغازات مع الارتفاع المفاجئ مثلا في الطيارات او الصعود المفاجئ في من اعماق البحر للاعلى، تتجمع فقاعات النيتروجين في الدم وتؤدي الى انه في تغيرات في الضغط، وهذا يعمل تتجمع زي ما قلنا داخل الفيزلز اوف ذا بالب، ممكن تؤدي الى ترانسيت اسكيميا زي ما قلنا، والام قويه تحصل تكون طبعا فيزبل. عارفين هنا في معلومه انا كنت اقراها زمان في الروايات البوليسيه والاشياء هذه، كان يقول لك ان الغواص المفروض لما يطلع من تحت لفوق المفروض ما يطلعش مره واحده، يطلع على بالهداوه، لانه لو طلع بشكل كبير فممكن هذا تغير الضغط المفاجئ يعمل تجمع لفقاعات النيتروجين هذه حتى داخل الرئتين، ممكن يؤدي الى اختناق في حاله سجلت بهذا الشكل. يعني في حاله برضه لواحد تقريبا دخل عمل مسابقه في كم يظل تحت الماء مش عارف قيس دقائق طويله، وبعدين طبعا هو طالع بيطلع بسرعه عشان يلحق الهواء، انه خلاص الهواء بدا يروح عليه، فطلع
بعد ما حقق الرقم القياسي ودخل موسوعة جينيس وصوروها الصورة وهو طالع، وهذه كانت آخر صورة في حياته لأنه طلع على طول مات مباشرة نتيجة تجمع فقاعات النيتروجين. فزي ما قلنا هذا لو ما ماتش ممكن أقل شيء تدخل داخل البلب وتعمل لنا هذه المشاكل والإسكيميا والألم اللي يحصل في البلب. ثيرمال طبعا الحرارة، طبعا احنا عارفين احنا لما نجي نحضر طبعا لازم يكون في معانا كولنت، لازم يكون في سبراي، إذا ما في إيش كولينج بالذات لو يودي بكيريز فهذا ممكن يعمل لي حرارة، ممكن يعمل لي هيبريميا للبلب، أو نحط مثلا حشوة أملجم كبيرة من غير ما نعمل لاينر فتنقل الحرارة على البلب تعمل لها هيبريميا. هذه كلها الأسباب ممكن تعمل لي بلبايتس. الأوفر هيتنج يعمل رابشر للفيزلز، تمزق الفيزلز ويعمل لي فك الهيموريج، وبعدين الأمور بعدين تستمر ويتحول إلى بلبايتس. الكيميكال برضو المواد الكيميائية اللي هي ممكن نتيجة الروجن اللي يحصل في الأسنان، الكيمياء يعمل لي الروجن وبعدين ممكن يمتد أكثر ويوصل للبلب. ممكن الكيميكال تستخدمها مع الكافيتي بريبريشنز بالذات في الديب كافيتيز، الحاجات اللي كانت زي اللاينرز الموجودة زمان والبيزز اللي كانت زي الزنك أوكسايد، أو إنك تعمل كومبوزيت من غير اللاينرز زي الجي أي سي لما تكون قريبة، هذا كله ممكن يعمل لي آلام في المنطقة ويعمل لي بلبايتس. إذا البلبايتس زي ما قلنا هو الانفلاميشن اوف دنتال بلب تيشو، اسمها بلب ايتس يعني التهاب العصب او انسجه عصب السن، بغض النظر عن وجود انفكشس دي ايجن. زي ما قلنا ممكن يكون البلبايتس نتيجه كيريز وفي انفكشن وفي بكتيريا، ممكن زي ما قلنا بسبب كيميكالز، بسبب ثيرمال، بسبب ايردونتالجيا، هذه الاشياء كلها ممكن تكون سبب. فاذا زي ما قلنا هو يسمى بلبايتس في وجود الميكرو اورجانيزم او عدم وجوده. طبعا زي ما قلنا ممكن يكون ريفرسيبل، مجرد ما تزيل السبب ترجع للحاله الطبيعيه، ممكن الريفرسيبل خلاص لازم يحتاج عصب، معالجه عصب او معالجه جذور اسنان، وممكن يوصل الامور انها تتحول الى نكروسيز، وبعدين ممكن كمان زي ما احنا شايفين تمتد للابيكال اريا وتتحول الى بري ابيكال ليجن. طيب في خواص او اشياء مميزه خاصه بالبلب. الاشياء المميزه هذه الخاصه بالبلب اللي هي ايش؟ اول حاجه انه البلب عباره عن غرفه مغلقه داخل محصور داخل هارت تشيو اللي هي الانيميلودنتين، وهذه مشكله. ليش؟ لانه الان عاده حتى لو معك جروح في الجلد، في معك ابسس في الجلد، يظل يلمك لحد ما تعمل له درينيج او لحد ما يعمل درينيج من نفسه، هنا يرتاح المريض. هنا نفس الكلام، هنا عباره عن تجمع للدبريس لاكزوديت لابسس لايا كان داخل غرفه مغلقه، ضغط كبير سوائل ضاغطه على النيرف فيزلز هنا، وهذا مش قادر يهرب، مغلق من تحت مغلق من فوق، فبالذات لو ما فيش عنده كافيتيشن اوكي ما فيش اوبن بلب تشامبر فيعمل لي الالم الكبير هذا. الشغله الثانيه كولاترال سيركليشن البلاد سبلاي اللي احنا لما نشوفه من الابيكال اريا نحصل انه يبقى كولاترال، وهذا احيانا يحافظ على الفيتاليتي لفتره معينه لحد ما يحصل تموت البلب بالكامل. طبعا من اهم الاشياء اللي موجوده في البلب انه ما فيش بريبروسبتيف نيرف اندكس، احنا تكلمنا على الكلام هذا في محاضرات البريدونتولوجي اللي هي اول محاضرات اللي تكلمنا فيها على البريدونشيال لما تكلمنا على البريدونتال ليجمنت، وكمان في محاضرات الاورال هيستولوجي لما تكلمنا على البلب وتكلمنا برضه على البريدونتال ليجمنت، وقلنا انه هذا الفارق ما بين البريدونتال ليجمنت والبلب انه البلب عنده حاجه نسميها نوز ريسبتورز، والنوز ريسبتورز ما عندهاش القدره انها تميز المكان والبراجر والحراره وغيرها، لا مجرد احساس بالالم كل شيء بالنسبه لها يتحول لالم، يعني الضغط الحراره ايا كان تحس البروده تعمل لك الم، الحراره تعمل لك الم، الضغط تعمل لك الم، العكس البروبريسبتورز الموجوده داخل البردونتال ليجامنتس اللي هي عند الاحساس، يعني حتى انت لما تيجي تضرب على السن يقول ايوه هو السن اللي فيه المشكله، قادر يحس بالالم بالبراجر بكل حاجه. فهذه برضه من الاشياء اللي مشكله كبيره. ليش؟ لانه المريض يجي عندك يقول لك اكتب بالذات في الاكيوت بالبايتس، في البلبايتس يعني بالذات الاكيوت، يقول لك دكتور انا مش عارف فين، يعني المكان اللي فوق كله يوجعنا، احيانا المكان اللي فوق واللي تحت، احيانا الشقاق من فوق والمشكله تحت، فهو في ديفيوز بين ريفيرد لاماكن اخرى، وهذه من المشاكل اللي ما خدتش بالك منها ممكن فعلا تعمل اندرسن غلط، بالذات لو ما فيش قدامك كيريس ليجن واضح او مثلا بروكسيمال او زي ما قلنا كان سبب ما هوش كيريز مثلا، او ممكن بعض الناس يقول لك اخلع وانت تمشي وراه وتخلع السن غلط، وهذا اللي دائما اسمعه يقول لك دكتور رحت عند الدكتور وخلع لي السن الخطا. طيب اذا البلب ريسبونس تو اوريتيشنز يتضمن ستيموليشن اوف الدنتوبلاست، هذه واحده من الملاحظات اللي يعني ما هو الجسم ما يسكتش لما يبدا يحصل اوريتيشن
تبدا اودونتو بلاست، تقول لك انا مش هسكت، انا ببدا ايش ارد على الموضوع. فبدات تكون لي النوع الثالث من الدنتين. احنا عارفين انه في برايمري وفي سكندري، النوع الثالث اللي هو الترشيري او نسميها ريبراتيف دنتين، هذا اللي يبدا يحاول يغطي المنطقه اللي فيها الاريتيشن ويكون لي سكند ترشيري دنتين علشان يعمل بروتكشن للبلد تشو. لكن لو الاريتيشن قوي جدا فهنا خلاص يتغلب على الاودونتوبلاست الموجوده، يعملها نكروسز، خلاص تموت الاودونتوبلاست ويتجاوز الانفكشن ويدخل لداخل البلب. اوكي طيب، برضو البكتيريا اللي هي البكتيريا الايزوليتد من الانفكتد بلب، طبعا جنب الكريستيجن بنحصل منها جرام بوزيتيف ايروبس، بنحصل البكتيريو بكترويت، بنحصل اللاكتوباسيلاس بشكل رئيسي. طيب ما هو كلاسيفيكيشن اوف بلب ديزيزز؟ البلب ديزيزز يبدا على شكل مراحل او انواع. اول مرحله هي البلب هايبريميا، وهذا اللي هو عاده بدايه احتقان البلب فيزلز والبلب تيشيو، وهذا هو نسميه ريفرسبل بلبايتس، لانه لو شليت السبب ممكن ترجع الامور طبيعيه. في بعدين الامور تتطور تدخل الاكيوت بلبايتس اللي ممكن يكون بس فوكال في مكان معين او جنرالايز، ممكن ينتشر وممكن يتحول الى اكيوت بلب ابسس. معانا كورونيك بلبايتس، هذا برضه في معانا الفوكال والجنرالايز، وهذا معنا كمان يمكن تحول لكرونيك بلب ابسس. وفي نوع ثاني نسميها الكرونيك اوبن بلبايتس او نسمى البلب بولي، بنشوفها بعد شويه. وبعدين طبعا زي ما قلنا لو هذا كل الامور اهملت وما فيش حصل اي حل والامور استمرت ساعات، بنوصل للبلب نكروسز، وهذا الاكزوديت تنتشر خلاص يموت البلب وتخرج الاكزوديت للابيكال اريا وتعمل لي بري ابيكال ليجن. اذا دينتال كيريز وصل للبلب، تحول لريفرسبل بلبايتس واستمر اكثر، فممكن يتحول الى اكيوت بلبايتس او اكيوت بلب ابسس اما فوكال او جنرالايز، وممكن يكون معي اوبن او كلوز كرونيك بلبايتس ان ابسس، واخيرا اذا هذا كله ما تعالجش يوصل الى نيكروسيس. طيب اذا اول المراحل زي ما قلنا وهي البلب هايبريميا، البلب هايبريميا اللي هي ريفرسبل بلبايتس، اللي هو زي ما قلنا اول مراحل امتداد العمليه او الانفكشن او الميكرو اورجانيزم الى البلب، فتبدا هي تعتبر الايرليست تشينج، يبدا يحصل لي هجوم على البلب فيبدا البلب يرد رد الفعل فيحصل لي ديليتيشن للوكال فيزلز، يبدا مع الديليتيشن هذا تخرج سوائل او اكزوديت الى التيشيو فيحصل تيشيو اوديما، هذه تضغط على النيرف اندكس وهذا بدي يعمل لي الم. هنا السن يبدا يتحول الى هايبر سنسيتيف، الكولد الهوت، حتى لو عملنا الكتريك بلب تيست بيكون في السن يستجيب يحس بالم اشد، بس الالم هنا لا زال ايش؟ هذه من اهم العلامات، ما يبقى مدرك، مش الالم القوي جدا، متقطع عاده ما يعملش الا لما تعمل استمرس عليه الحامي او البرد او غيرها. اول ما تشيل استوميلاس الاستوميلاس يروح، يعني من 5 ثواني بعدين يقول لك دكتور الم هدا. الالم انا في المنطقه هذه من نوع قادر احدده معه، ايوه هذا هو السيناريو دكتور، عاد احنا ما وصلناش للبلبايتس الرسمي اللي يكون خلاص ديفيوز. فزي ما قلنا من اهم العلامات تعمل له هو ولا ما، اقول ايوه دكتور هو هذا راح ولا ما، 5 ثواني خلاص راح يا دكتور. اذا هذا مؤشر كويس، لو شلينا الكيريز، لو عملنا بعدين دايركت بارت كابينج او الموديل زي كذا، على طول الامور تهدى وترجع الامور كويسه. فهنا عملت تي اف وننتظر طبعا لحد من المريض، طبعا 2 3 4 كيف الامور، امور كويسه خلاص نحولك لحشوه دائمه. اما لو هو بالبايتس رسمي خلاص الامور متهداش خالص وتحتاج اندودونتيك تريتمنت. زي ما انتم شايفين هنا في الشريحه اللي انتم شايفين هنا، زي ما انتم شايفين يعني في هذا المقطع الهيستولوجي، هذا شايفين البلاد فيزز كيف دايليتد انجورج ممتلئه بالخلايا الحمراء زي ما انتم شايفين، وفي هنا اوديما السوائل البيضاء هذه مليئه في المكان، وهذا طبعا منطقه الدنتين. وشوفوا حتى هنا الاودونتوبلاست منتفخه، ما تجيش هي بالشكل هذا الطبقه البيضاء هذه، هذه منطقه الاودونتوبلاست هي اذا ما برضو لانها برضو متعرضه للاريتيشن. المريض ما تعالجش واستمرت الحكايه، اذا من هنا لا الجسم قدر يتعامل مع المشكله ولا انت تدخلت وحاولت تعالج المشكله، فتحول الموضوع الى ريفرسبل بلبايتس. يمكن يبدا بشكل اكيوت زي ما احنا شايفين من البدايه اكيوت ريفرسبل بلبايتس، او احيانا الاكيوت ممكن يحصل على كرونيك، هو يعني في كرونيك بلبايتس وتحصل اكيوت اكسسربيشن وتحصل اعراض اشد اثناء ما يكون في معك اصلا كرونيك من البدايه. طيب طبعا الاكيوت ريفرسبل زي ما قلنا هنا الالام يكون اشد واقوى
ويكون referred to another nearby location. يعني زي ما قلنا ما يقدرش المريض، ما يقدرش المريض يحدد فين. المريض يقول لك لا مش عارف يا دكتور، والله ممكن ألقاه هنا، يمكن في فوق، يمكن تحت، منتشر، مش قادر اميز المكان. طبعا هنا بين ثريشولد لو، احنا عارفين انه العلاقه عكسيه، انه كل ما كان البين ثريشولد اقل كل ما كان احساس بالالم اقوى، فمع اقل ستيمولاس المريض يحس بالم قوي جدا. طبعا يحصل انجورجمنت فيزلز، البلاد فيزلز اللي كانت في المرحله السابقه حصل لها ايش تقول، حصل لها دايلتيشن، هنا يبدا يحصل احتقان للديت بلاد فيزلز، فيها ار بي سيز، يبدا يحصل خروج وتسرب للبي ام ان اس اللي هي النيتروفيلز الى المنطقه المجاوره. زي ما احنا عارفين البي ام ان اس هذه دائما دلاله تترافق مع اي اكيوت كونديشن. فزي ما احنا شايفين هنا في المنطقه هذه، هذا الدنتين وهذا البالب تيشيو، هذه المنطقه فيها تجمع كبير زي ما احنا شايفين الانفلاماتوري سيلز اللي هي بالذات البول ليكوسايتس اللي هي النيتروفيلز، ولزي ما زي ما قلنا دائما تتلافق مع الاكيوت كونديشنز. هنا الالم بيكون مستمر خلاص، ما عادوش زي ما كان اول، مجرد انه يجي مع الاستمولاس. لا المريض يقول لك دكتور لا الالم مستمر، يجي لي طول اليوم، مش ضروري انه يعني حتى وانا جالس او انا نايم صحينا من النوم من نفسه سبونتينوس يا دكتور، مش ضروري ان انا اخذ بارد او حامي او اي شيء. فهنا الالم يكون قوي وبرسيستنت ويطول ويستمر لا اكثر من 20 ثانيه، يجلس دقائق، احيانا يجلس ساعات، احيانا ما يروحش معايا الا بالمسكنات، واحيانا حتى المسكنات القويه ما تكونش كويس. ومن اهم الاشياء زي ما قلنا انه يصحيك وقت النوم، هذه من العلامات المهمه. زي ما احنا شايفين هنا برضه في معانا الانفلاماتوري سيلز السوداء هذه المنتشره بشكل كبير جدا، وأودونتوبلاس هنا خلاص دمرت في زي ما احنا شايفين من المكان هذا. اذا زي ما قلنا الالم هنا سيفير شارب ستيبنج في الكراكتر. طبعا الالم نتيجه انه ضغط الانفلاماتوريزيت اللي خرجت على النيرف اندينجز داخل زي ما قلنا غرفه البلب القويه اللي هي مغلقه، اللي هي مش سامحه لخروج اي شيء، او زي ما قلنا خروج كمان التوكسينز والانزيمز اللي جايه من البكتيريا او من البي ام ان اس اللي ماتت. فهذا كله يعمل الم، الم شديد جدا ويزداد مع الايش، مع الهيت والكولد. طبعا من المعلومات اللي طبعا برضه سمعتها زمان انه الالام الجسم اشدها خمسه، اشد الام الجسم خمسه، الام الولاده واحد ربنا يعين كل ام، الثانيه الام الاذن الوسطى او تايتس ميديا طبعا من غير ترتيب، انا اتكلم عليها من غير ترتيب، الثالث اللي هو الام الكانسر اعاذنا الله واياكم جميعا، الرابع اللي هو الام الايش الرابع الاذن الوسطى الكانسر الولاده ايوه الام الرينال كوليك اللي هي المغص الكلوي، والخامس اللي هو الام الاكيوت بالبايتس. يقول لك هذه الخمس الالام هي الالام الاشد اللي ممكن يواجهها الشخص في حياته. طيب اذا زي ما قلنا هنا البين انتنسفايد وذ هيت اند كولد، اذا هنا حصل انفتاح للبلب وفتح على الاورال كافيتي وخلص فاصبحت في كافيتيشن، فهنا على طول يحصل هروب الاكزوزيت من المكان ويقل الضغط على النيرف اندكس ويبدا المريض يرتاح في هذه المرحله. اذا هذا الجدول يقارن لي ما بين الريفرسبل بالبايتس والايرفرسبل بالبايتس. الريفرسبل بالبايتس طبعا مع يكون الم مايل تو مودريت بين بريف ديوريشن، لكن هنا شارب اند سيفير اند ريديتك بين زي ما قلنا منتشر ما قدرتش تميزه، لونج ديوريشن ويكون مختلف في السيفيرتي، لكن زي ما قلنا يكون شديد، يمكن يرتاح يريح شويه لو خرج الاكزوديت. هنا طبعا يكون في ريسبونس للكولد ستيمولاي بشكل كبير، والاستيمولاس لما يروح خلاص البين يرتاح، لكن هنا البين يستمر حتى لو راح الاستيمولاس. وهنا طبعا يزداد الالم بالذات لما واحد يعمل بيندنج يعني ينثني او ينام. هي طبعا هنا التوث ريسبونس الكتريك بالب تستر على حتى اقل الاشياء، والاسنان تشوف قدامك في ديب كيريز او ميتال كروستريشن او ديفكتيف ماركيجنز. هنا طبعا ممكن يتطور الى الم اشد بدرجة انه يكون زي ما قلنا نابض ويمكن صحيح وقت النوم، ويزداد باي ستيمولس مثل الحامي. وطبعا بعض الحالات في الارزوبل بايتس بدأت لو قد بدا يوصل الابيك البرودونتايتس يرتاح عند بالكولد، لما يقول لك البارد ريحنا في المنطقه هذه، لكن في بدايه الاكيوبل بايتس الهيت والكولد الاثنين مع بعض. هنا الريفرسبل بايتس زي ما قلنا اذا ما عالجناش فممكن يتحول الى الريفرسبل بايتس، وهنا طبعا ممكن زي ما قلنا لو ما عالجناش خلاص تمتد يحصل بالب نكروسز
تتحول المشكلة إلى البرابيكال إريا. الشريحة هذه موجودة من زمان. لما كانت الكهرباء تنقطع باستمرار، فكانت المحاضرة هذه قبل رمضان، فهذه طبعا إنها ملاعق خاصة برمضان، بحيث إن لما تنطفي الكهرباء يكون ضوءك معك. ربنا إن شاء الله يصلح حال كل البلاد العربية إن شاء الله. المهم، الأكيوت بلبايتس أكثر من نوع، ممكن يكون أكيوت فوكال، يعني على جزء معين فقط من البلب، ممكن أكيوت ديفيوز ينتشر على البلب كامل، أكيوت ديفيوز، ممكن يكون أكيوت بريولينت بلبايتس خلاص برضه يوصل إنه في أبسز، ممكن يكون أكيوت تروماتيك اكسبوجر أوف ذا بلب زي ما قلنا، وأنت شغال وعملت بلب اكسبوجر ممكن يحصل أكيوت بلبايتس نتيجة التروما اللي عملتها. زي ما قلنا برضه، من الأشياء اللي ممكن تحصل ما تعالجش المريض، الامور استمرت، فممكن يتحول اكيوت بالبايتس الى اكيوت بالب ابسيس. هذا يحصل لكوليزيشن للانفلاماتوري اكزوديت، والسيلز تتجمع مع بعض، تيجي تشوف في الوسط في سنترال بيريولنت اكزوديت، في اكزوديت متقيح، في ماكرو اورجانيزم طبعا. البالب تشوف المنطقه هذه نكروسز، فعامله ديبريس في الوسط، في فايبرين، في ار بي سيز، في طبعا بي ام ان اس طبيعي زي ما قلنا، خلايا نيتروفيلز هي الخلايا الموجوده في اي اكيوت انفكشن. البلاد فيزز في المنطقه دايليتد وانجورجد، واحيانا نحصل بعض الليمفوسايتس اللي ممكن بعد تحوله الى كرونيك، لو ازدادت الى كرونيك بلب ابسيز، البلازما سيلز طبعا زيها والمكروفيج. الطبقه الخارجيه طبعا تكون محاطه بجرانشن تشيو، احنا عارفين ان الجرانشن تشيو هذا عباره عن توصيه دفاعيه من الجسم يحاول انه يحصر فيها الانفكشن في المنطقه، فتحصل الطبقه الخارجيه الجسم يحاول يعمل الجرانشن تشيو هذه عشان يحاصر المشكله الموجوده. هذه زي ما انتم شايفين مقطع برضه الباب ابسس، هنا بنحصل في المنطقه اللي قدامنا هنا ريبراتيف دنتين، الجسم زي ما قلنا كان يحاول يصد المشكله هنا، حصل اختراق، هذه منطقه الانفلاماتوري سيلز في المنطقه هذه في الوسط، منطقه ليكوفاكشن او نيكروسيس او منطقه بس هنا، حولها هنا زي ما انتم شايفين يحاول الجسم يحاصرها بجرانشن تشيو، وهذا هنا النورمال بالب، وهنا الانتوبلاست طبيعيه جدا ما فيش اي مشكله، عكس هنا الانتوبلاست هنا تموتت في منطقه الانفكشن. طبعا هذه ممكن تكون صوره لاكيوت او كرونيك، طبعا على ايش اعتمد؟ نيجي نشوف المقطع نفسه، الخلايا الداخله، اذا الاغلبيه هي بي ام ان اس فهذه طبعا اللي هي نتروفيلز فهذا اكيوت، اما لو الاغلبيه ليمفوسايتس او بلازما سيلز فهذه طبعا بتكون اللي هي خلايا اللي هو كرونيك بالب ابسيس. طيب اذا الحاله استمرت والمشكله موجوده وطالت، الموضوع بيتحول من اكيوت بالبايتس الى كرونيك بالبايتس، واللي في مننا معانا منه انواع، في الكرونيك كلوزد فايبرس بالبايتس، او الكرونيك اوبن هايبر بلاستيك بالبايتس، او اللي يسمى بالبالب بوليب، او الكرونيك جانجرينس بالبايتس اللي يحصل تموت للبالب تيشيو، او الكرونيك كونكريمينتس كونكريمينتس بالبايتس اللي هي البلب ستون، وهذا الناس كثير ما يعرفوش انه البلب ستون هو عباره عن اصلا عن رد فعل الجسم برضه، من الاشياء اللي عملها كرد فعل على الانفكشن انه يحاول يحاصر الانفكشن او حتى التروما، لو في بليدنج كمان حصل انترنال بليدنج في داخل البلب، في بقعه بليدنج او نقطه بليدنج او حصل انفكشن، الجسم يحاول يحاصرها عن طريق تكوين دنتين حول هذه المنطقة فتكون لنا البالب ستونز. طيب الكرونيك كروز بالبايتس، وهذا البالبايتس العادي المعروف، هذا خلاص بالذات لما تكون العدوى لها وقت طويل لونج ستاندنج، او كان الاستمرار نفسه ما هوش بالقوه هذه بحيث انه ينطلق بسرعه من البالبايتس يروح على طول على الابيكال ليجن، فممكن تظل الحاله كرونيك لما يكون معاه زي ما قلنا لونج ستاندنج او لو جريد ستيمولس، هذا يؤدي الى انه في كرونيك بالبايتس طبعا، او انه مناعه الشخص نفسه قويه بحيث انه قادر يقاوم الانفكشن هذه في هاي تشو ريزيستنس، فيحصل كمون او خمول للاكيوت ستيت وتتحول الى كرونيك ستيت. هنا الالم ما يكونش بنفس القوه حق اللي هو الاكيوت، لا يكون دل نوعا ما ديب، تحسه كده داخل، حتى في ناس يقول عندك يقول دكتور في اللثه في العظمه، الالم في داخل، الالم ما دخل السن بالذات، هو لو ما يشوفش العيش، لو ما يشوفش الكيس قدامه لو هو بريكزيمال، طبعا الالم يستمر بشكل لونجر وتكون متقطع. هنا طبعا البين ثريشولد ارتفع، ما عاد بيكونش زي الاكيوت بالبايتس البين ثريشولد اوطى، فالاستمرار هنا بيعمل لك الام مش بنفس القوه اللي بتكون في الاكيوت بالبايتس. هيستولوجيكالي طبعا بنشوف هنا البلب يبدا يحصل فيه انفلتريشن لخلايا من اللي هي
المونوكليار لينفوسايتس مش المونوكليار اللي هي النيتروفيلز، لا هي بدنا نشوف الخلايا اللي هي الليمفوسايتس والبلازما سيلز والماكروفاج اللي قلنا هي اصلا خلايا مترافقه مع الكرونيك انفكشنز. بنحصل الانسجه المحيطه فيها كباريس جديده فيها كرونيك انفكتري سيلز، بنحصل برضه جرانشن تشيو كثيره لانه زي ما قلنا هي وسيله دفاعيه وتكون اكثر جرانشن تشيو في كرونيك انفكشنز. طبعا برضه نفس الكلام ممكن تتحول الكرونيك بالبايتس الى كرونيك ابسس زي ما تكلمنا اول، يحصل لوكاليزيشن للكرونيك انفلاماتوري سيلز ويحصل منطقه سنترال نيكروسيز في الوسط وتكون محاطه بالجرانشن تشيو زي ما تكلمنا قبل شويه. طيب حالات معينه ممكن تتحول الشغله الى شيء اخر اللي هي نسميها كرونيك اوبن بالبايتس او نسمى بالب بوليب او نسميها كرونيك هايبربلاستيك بالبايتس. هنا تزداد كمية الجرانشن تشو بشكل كبير جدا بحيث انه تغطي البلب تشامبر كامل، بالب كانال ثم البلب تشامبر، ممكن تخرج لي للخارج زي ما احنا شايفين هنا. هذا طبعا عادة لما يكون عندي في لارج كيريس ليجن وفي كمان تحت في معانا لارج ابيكافرامينا في الاسنان اللبنية او الدائمة اللي في السن، عفوا الناس الصغار في السن، البلاد سبلاي عالي جدا، التشو سيستم عالي جدا، الستيمولس او الريتم تكون ماهوش بنفس القوه، فهنا تحصل انه الجسم يقاوم 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 يدافع يكون جلاشة الشقوي كبيره بشكل كبير فتملأ لي المنطقه هذه كلها زي ما انتم شايفين لدرجه انها ممكن تخرج للخارج، وهذا اللي نسميها البالب بوليب. اذا هنا الشروط يكون الستيمولس ماهوش عالي تمام ومفتوح البالب تشامبر كاريس ليجن وفي معانا وايد ابيكافرامين، في فاسكولتي عاليه زي ما قلنا في الناس اللي هم صغار السن عندهم ديسيدوس او البيرمننت بس في صغار السن. طبعا غالبا هي ما تكونش بينفول يعني ما بينلس او الم بسيط جدا بس ممكن تتعرض، لانه اصلا هذه جراشن تشو كبيره جدا مليانه فايبروسز فايبروبلاس وكولاجين فايبرز وتكون النيرف اندكس اقل ما يمكن. اذا لما اجي اشوفها بنحصل كتله صافيه من الجلاشن تشيو بس السطح الخارجي طبعا مغطى بالابيثيليوم، نحصل فيها اكيوت كرونيك انفلاماتوري سيلز. ممكن يحصل بعض الحالات انه يحصل التريشن بلبولي من فوق، طبعا زي ما قلنا سكومس ابيثيليوم اللي عاده يحصل له زحف من الانسجه المجاوره. الكرونيك هايبوبلاستيك بالبايتس في بعض الحالات يمكن يحصل له اكيوتنس في بعض الحالات لو حصلت اترافقت التروما ويحصل اعراض التهاب حاد، لكن هي في اصلا حاله كرونيك ويكون ما فيش فيها عاده الم او اعراض التهاب حاد الا لو حصل زي ما قلنا اكسسربيشن. زي ما انتم شايفين هذا الدنتين وول في هذه المنطقه، وهذا زي ما شايفين هذه كلها اللي شايفين قدامكم هذه كلها هذه كتله البالبوليب كلها جراشن تشو صافيه زي ما انتم شايفين. هذا الابيثيليوم كفرنج اللي موجود في فوق، في صوره ثانيه اوضح هذه الصوره زي ما انتم شايفين، هذا السن هذا مقطع السن، هذا الدنتين كامل، هذا فتحات الفركيشن، هذه القنوات، هذه زي ما انتم شايفين هذا البالبوليب كامل موجوده بهذا الشكل. هنا الستراتيفايز كومس ابيثيليوم هذا كله جرانيشن تشيو في المنطقه. طبعا لازم نميز بينها وبين حاجه ثانيه، في معانا حاجه البالبوليب، في حاجه ثانيه نسميها الجينجيفال بوليب او الجامبوليب، هذه تجي شبيهه لها بس عاده هذه تكون مش هذه لما يكون معك حفره اللثه. احنا دائما نقول لطلابي عندها حب للتسلق حب لدخول المناطق الفاضيه، فلما يكون معانا هنا زي هذه الحاله في كافيتي حصلات اما من الميزيال او من الديستال او من اللينجوال او اي مكان، فاللثه نفسها تسحب هنا. كيف اميز بين الثنتين؟ اشوف الاوريجن، اجيب البروب حقي وابدا اشوف من فين الاوريجن حقها. اذا كانت تشوف الاوريجن جايه من اللثه المجاوره فهذه جنجيفال بوليب، اذا شفت انه لا جايه من داخل السن نفسه فهذه هي البلب بوليب. بالاضافه انه البلب بوليب عاده ما تكونش ملتهبه، لا تكون لونها كانها صحيه ورديه لونها باهت ما هيش حمراء زياده، لكن نحصل جنجيفال بوليب او البلب او الجم بوليب نحصلها لا ملتهبه وحمراء في اللون، وبالعكس مع اول اي لمسه ممكن تطلع دم على طول. اذا زي ما قلنا برضه ما حدش عالق ما حدش اهتم، البكتيريا مستمره والمناعه تعبانه والانسان مهمل تتحول الحاله انه يحصل ديث للبلب تيشيو اللي هو البلب كروسيس. طبعا في غالب خاصه السن هنا تيجي يقول لك المريض ما يوجعناش ما حس في اي حاجه، عاد في بعضهم ينسى تقول له طب ما وجعك زمان ما حسيت منه الم زمان، يقول لك لا لا ما
ناسي يكون قد سنتين ثلاث اربع. فطبعا هذا خلاص المرحله هذه ما يكونش فيها الم عاده، السن ميت تماما نون فايتال، وعاده خلاص نحصل بعض الحالات نقدر نحصل حتى السن خالي مجرد نيكروتك تشو فقط بقايا انسجه ميته موجوده هنا. طبعا هنا ما تقدرش تطلع اي سيرجيكال فيتشرز، خلايا ميته كلها نكروسز. المريض هنا برضه ممكن في حالات كثيره ما يقدرش يحدد السن المتاثر. طبعا هو يدل على نفسه، لكن لما تيجي تقول له يقول لك مش عارف هي السن اللي فيها المشكله، بالذات لو هو ما فيش عنده ليجن واضح، يعني ما فيش قدامه كيريز واضح لما تكون البروكسيما مثلا. ما فيش الم عاده مع البروكيجن ولا مع اي حاجه، سن ميت تماما. هذه حاجه زي ما انتم شايفين شريحه البلب نكروسز، هذا كلها انسجه متموته نكروتك، ما فيش لا تشوف حاجه واضحه، ما فيش ملامح، ما فيش خلايا، ما فيش تشو ريجنريشن تشو واضحه، مجرد انسجه كانت موجوده وحصل لها نكروسز. اذا زي ما تعودنا بعد ما نخلص اشياء متشابهه او امراض متشابهه او علامات متشابهه نقارن فيها البلب هيبرينيا، الاكيوت بلبايتس، الكرونيك بلبايتس، البلب بوليب والبلب نكروسز. هنا زي ما انتم شايفين هايبر سنسيتيف تو كولد اور هوت كاعراض البلب هيبريميا. هنا البين ريفير تو انذر نير باي لوكيشن ويزداد بشده بالكهيت والكولد. هنا الالم اقل نوعا ما من فوق ومستمر لفتره اطول لونج ستاندنج. وهنا الالم في البلب بوليب طبعا هنا تترافق مع اللارج كاريس ليجنز اكسبوز تشامبر، وطبعا يكون معنا اللارج ابيكال فورامين. وهنا طبعا خلاص الم ديث للبلب تيشيو، ما فيش لا بين ولا فايتال تيشيو توت اصلا. البين كاركتر هنا زي ما قلنا مايل تو مودريت في الهايبريميا، انترميت متقطع لوكالايز يقدر يحدد المكان ويستمر من 5 ل 10 ثواني ويروح بذهاب المؤثر زي ما قلنا. الاكتوبر بس الالام اشد بكثير، مستمر منتشر ما يقدرش المريض يحدده، شارب ستيبنج وبرولونج يستمر لاكثر من 20 ثانيه، لا يستمر دقائق وساعات كمان، من نفسه يروح يظهر من نفسه طبعا زي ما قلنا مش يروح سبونتينوس. وكمان بالذات لما المريض يكون راقد صحيح وقت النوم طبعا ما يروحش لما نودي المؤثر الحامل بارد يستمر الالم. الالم هنا في الكرونيك بالبايتس دل ايكينج، يعني ما هوش بنفس القوه اللي فوق، دي بتحسه عميق في داخل العظم، حتى يكون مايلد ويستمر اطول لكن متقطع. وهنا البين ثريشولد طبعا يزداد زي ما قلنا ما يكونش بنفس القوه اللي هي زي ما قلنا، كل ما ازداد البين ثريشولد يكون الاحساس بالالم اقل مش زي الاكيوت. البلبوليب زي ما قلنا مايلدلي بين فول او احيانا يكون بينلس، هنا تحصل في انسجه تطلع من داخل التشيو وتكون لونها طبيعي. البلب نكروسز زي ما قلنا ما فيش الم عاده على البركشن او مع البايتنج، والمريض ما يقدرش يحدد السن المتاثر. اذا مع بيبي مستر بين اللي تعودنا نشوفه في كثير من محاضراتنا، نختم هذه المحاضره اللي كانت عن البلب تيشيو. نتمنى ان نكون قدمنا الاضافه والافاده والفائده ان شاء الله. كما اقول دائما نستمر ان شاء الله في محاضراتنا، في المحاضره القادمه نتكلم عن امتداد العمليه المرضيه الى البرابيكال ليجنز، سنتكلم عن البرابيكال ليجنز ان شاء الله. نلتقي المحاضره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.